Good evening, my children. كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير. Let's do exercises, page 37. اليوم دعونا نحل التمارين التدريبات صفحة 37. نحلهم بتركيز وبركز مع المس. Exercise number one, match. Match. وصل. بدنا نوصل الصورة المناسبة مع الحرف المناسب. أول شيء خلينا نقرأ الأحرف ونتذكرهم. This is letter P. P. This is a capital P. And this is a small P. Q. Q. This is a capital Q. This is small q. R. R. This is a capital R. This is a small r. هلا بدنا نعمل revision مراجعة لصوت الحرف. P. 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 Q. Qu. Qu. R. 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 P, P, pencil. بنوصل حرف ال P مع صورة pencil. طبعا حرف capital و small. Q, qu, queen. Queen, ملكة. نوصل كمان حرف ال Q small. R, r, rapper. Rapper. نوصل حرف ال R capital و small. Exercise number two, التدريب الثاني. Circle. Circle. بدنا نوضع دائرة على الحرف المناسب. P Q R. إيش الحرف اللي من هذول؟ بيبدأ بكلمة rapid. Rapid. أكيد راح نختار حرف الآر. نحط عليها السيركل. إيش الحرف اللي بيبدأ بكلمة plane؟ plane، طائرة. plane. نضع سيركل على حرف ال P. إيش الحرف اللي بيبدأ بكلمة quill؟ quill، حرف ال P ولا حرف الكيو ولا حرف الار؟ اكيد حرف الكيو. draw a circle around letter Q. اذن r r rapid, p p plane, q qu quill quill. exercise number 3, trace. هلا رايحين احنا ايش نوصل الصورة المناسبة. طبعا بعد ما نعد الأشياء الموجودة داخل الصورة وبنوصلها مع الرقم المناسب. هلأ خلينا نقرأ الأرقام مع بعض. 3 4 2 5 5 3 4 2 5. Picture number one, الصورة الأولى. Count a fish. خلينا نعد الفيش السمك. One, two. إذن الصورة الأولى بنوصلها مع number two. Picture number two. How many balls are there? كم عدد الكرات هنا؟ One. 2 3 4. Match the balls with number 4. How many quills are there? 1 2 1 2. Match it with number 2. How many peas are there? 1 2 3 4 5. Match it with number 4.
picture number 5. خلينا نعد رابة الأرنب ونعرف مع أي صورة بدنا نوصلهم. 1 2 3. إذا ماتش بنوصل مع number 3. houses البيوت 1 2 نوصلهم مع number 2. pens الأقلام 1 2 3 وصلناهم مع number 3. and bags الحقائب 1 2 3 4 نوصلهم مع number 4. اوكي نتأكد من الحل جميعا. نفتح الصفحة التالية أو الآتية page 38 صفحة 38 exercise 4 تدريب الرابع. هون بدنا نركز أعزائي. موجود عندنا 3 letters ثلاث أحرف، كل حرف مكتوب بشكلين، الشكل الكبير capital بصغير small. A capital Q small Q capital R small R capital P small P. بدنا نكتبهم على الأسطر مثل ما تعلمنا. طبعا أي حرف ممكن كتابته على 3 أسطر ممكن كتابته على ما بين سطرين. خلينا نشوف نعمل ريفيجن لحرف ال P. طبعا حرف ال P من النقطة بننزل للسطر الثالث وبنعمل سيركل دائرة صغيرة ما بين السطر الأول والسطر الثاني. مرة ثانية لاين بنعمل بعدين سيركل لاين سيركل لاين سيركل. This is a capital P بين السطر الأول والثالث بيكون. أما small P بنزل شوي من السطر الثاني للسطر الرابع بعمل سيركل من الأول للرابع بعمل سيركل ما بين السطر الثاني والثالث. again write it خط ما بين السطر الثاني والرابع سيركل صغير. أما capital Q بحط القلم على النقطة هون بعمل سيركل دائرة كبيرة ما بين السطر الأول والثالث وخط بيقطعها وبينزل على السطر الثالث. again دائرة كبيرة بين السطر الأول والثالث وخط مائل بينزل على السطر الثالث. again نعمل سيركل بين السطر، لازم الدائرة تصطدم بين السطر الأول والثالث مش تكون بالوسط. بعمل خط مائل. أما السمول كيو بعمل دائرة صغيرة بين السطر الثاني والثالث وبرجع النقطة وبنزل خط للسطر الرابع وخط بيرتفع شوي للأعلى خط صغير. دائرة صغيرة بين السطر الثاني والثالث وخط من النقطة للأسفل وخط بيرتفع شوي للأعلى. 1 2 3 إذن هاي 3 خطوات لكتابة حرف كيو سمول. 1 اللي هي الدائرة الصغيرة، 2 خط للأسفل للسطر الرابع بيصل والسهم هذا اللي بيرتفع شوي لفوق. letter R capital R إلو 3 خطوات كمان. الخطوة الأولى لاين بعمل خط من السطر الأول للسطر الثالث بعدين بعمل مثل دائرة صغيرة من السطر الأول للسطر الثاني وخط مائل. خط بعمل من الأول للثالث لازم يصل السطر الثالث ودائرة صغيرة من الأول للثاني وخط مائل. كمان مرة خط من الأول للثالث ودائرة صغيرة وخط بينزل للسطر الثالث خط مائل. حرف الـ R small بين السطر الثاني والثالث ما بيطلع عنه نهائيا. بعمل خط
صغير بين السطر الثاني والثالث، وبنزل تحت النقطة بشوي وبعمل قوس صغير. أجين خط، والقوس الصغير خط، والقوس الصغير لازم يصل للسطر الثاني، وخط وقوس صغير مثل ما احنا شايفين لازم يصطدم بالسطر الثاني. هلا اكسرسايز نمبر 5، التدريب الخامس. مثل ما احنا شايفين كومبليت اكمل. حسب ترتيب الاحرف راحين نعرف ايش الحرف الناقص بسيركل سكوير. المربع هذا نمبر 1. بي كيو اكيد عرفنا ايش الحرف الناقص، لو حرف الار كابيتال، لانه الحرفين اللي قبليهم كتبوه كابيتال لازم نكمل بالشكل هاد. بي شو حرف بعد حرف البي؟ اكيد حرف الكيو، نكتب مع بعض دائرة وخط مائل بي كيو ار، لان هي كتابتنا صحيحة. اما سكوير الاخير، مربع الاخير، شو الحرف اللي بيجي قبل حرف الكيو؟ نرجع لهون وبنشوف شو في قبل حرف الكيو. حرف البي، بي خط، بعمل هيك مثل الدائرة صغيرة او نصف دائرة. هلا التدريب الاخير اكسرسايز نمبر 6، التدريب السادس والاخير. موجود عندنا احرف، احنا بدنا نكتب الحرف بالشكل الثاني. اذا كان هون مكتوب حرف البي كيو راح نعيد كتابة حرف البي سمول، اما في الاسفل حرف البي سمول، اذا نكتب العكس حرف البي كابيتال. حرف الكيو كابيتال، بدي اكتب انا هون حرف الكيو.